تحية لكل المتابعين الكرام عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور. في هذه الجولة لإعطاء الحصيلة اليومية لكورونا، دائما المتابعين الكرام للأسف عرف تسجيل حالة وفاة واحدة بمدينة سيدي بنور أو بإقليم سيدي بنور. إنا لله وإنا إليه راجعون. من بعد مدة هذه ما سمعناش حالة وفيات لسيدي بنور، تعود حالة واحدة وفاة بإقليم سيدي بنور. بالنسبة للجرعات مستفيدون من التلقيح، فهناك الجرعة الأولى 10,160,373، الجرعة الثانية 9,194,976. بالنسبة للوضع الوبائي بالمغرب، للأسف الشديد اليوم ارتفاع مهول في عدد الإصابات، وهو 1177 حالة مؤكدة اليوم، وفيات 7، متعافون 856، في الحالة 12 الآن هي 5675، عدد ديال التحاليل هي 19,463. هاد الارتفاع المهول اللي عرفناه الأيام هذا يعني شيء صعب، شيء صعيب أننا نشوف ارتفاع بهذه النسبة الكبيرة من الحالات في الحالة الوبائية بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. كما قلنا حالات وفاة واحدة بسيدي بنور. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنتمناو أن بعد من هذا الشبح ديال هذا الوباء هذا اللي أصبح منتشر كثرة، يعني شيء خطير، رجعنا للارتفاع من بعد ما حطات، يعني وين غادي التحسن ملموس، لكن للأسف الشديد تعود وتضرب بقوة المدينة المغرب بألف ومئة أصوات حالة، يعني شيء رقم قياسي بالأيام السابقة. وكذلك نحن جد متخوفون من ظهور السلالة المتحورة الهندية دلتا، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يبعد علينا ويبعد علينا هذا الوباء هذا وترجع المياه لمجاريها. دائما متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب، نقول لكم من قلب مدينة سيدي بنور كل ما يقع داخل إقليم سيدي بنور. تو معنا حنا في هاد الحالات هادي، لأن متتبعين قناة شوف تي في قناة الشعب، مباشرة من سيدي بنور، ولي كنتمناو الالتزام بإجبارية الكمامة وتلقيح التباعد.
والناس انها تبادر في عمليه التلقيح، لان باش نجحوا عمليه التلقيح هو بالعزيمه ديالنا وبالاراده ديالنا ان نحاربوا هذا الوباء هذا، والسكينة انها تكون متزنه ب التلقيح، لان التلقيح ضروري وواجب، بل خصنا الا اننا نؤدي الواجب ديالنا، والناس اللي تخوفك انهم ما يتخوفوش. رسالتكم ما راح اللقاح، راه كاع درنا اللقاح كاملين، حنا راه انا كنت من الناس اللي داروا اللقاح، والحمد لله يعني ممكن حتى شي اثار سلبيه، ممكن شي اثار اللي غادي نقولوا انها خطيره، يعني كمامة عاديه او يعني تلقيح عادي، ما كاينش شي اثار سلبيه. دائما متابعينا الكرام، بإضافة 653 حالة، منها 517 بالدار البيضاء، النواصر 62، محمدية 38، برشيد 16، شهيد 12، سطات 6، مدينة 1، بن سليمان 1، سيدي بن نور 0 حالة، وحالة وفاة 1. هذا كل ما يتعلق بجهة الدار البيضاء سطات، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى أنه يبعدنا هذا الوباء هذا، ترجع أيام العادية، وإن شاء الله نرجعوا حنا اللي خفنا منه هو أن تبقى شي كوارث، خصوصا دابا أن كل شيء طلق، المسابيح، الحمامات، الأعراس، قاعات الأفراح، يعني هذا الشيء ولا كيشكل واحد الخطر، وما بغيناش تبقى شي كارثه عظمى. دائما متابعينا الكرام ومتابعين قناه شوف تي في، قناه الشعب، نقول لكم من قلب مدينه سيدي بن نور الصوتيه والصوره في حصيله اليوم من كورونا، بأجواء وشوارع مدينة سيدي بن نور. نشوفوا هذا، نتمنوا الله يرتوي بالخير، الله يبعد لنا هذا الوباء هذا، تحية للجميع، وتحية لجميع الأصدقاء والمتتبعين عبر قناة شوف تي في، قناة الشعب. هذه هي الأجواء. كذلك أشكر كل المتبعين اللي كيتابعوا زهير في جميع التغطيات ديالو، زهير من سيدي بن نور، لي الشرف أنني أتواجد بمدينة سيدي بن نور، كما أشير أنني كمراسل صحفي معتمد من طرف جيدان بالنسبة لمدينة سيدي بن نور وكل من إقليمي سيدي بن نور والجديدة واليوسفية. نقول لكم مرحبا وألف ألف مرحبا بجميع
المتتبعين والمتتبعات من قلب مدينة سدر النور. ننقلكم بالصوت والصورة لكل ما يتعلق هنا بهذه المدينة الشريفة، مدينة الثقافة، مدينة العلم، عاصمة الفلاحية بامتياز، عاصمة الدكالة. نحن دائما ننقلكم من قلب الحدث، من قلب مدينة سيدي بنغام في جولاتنا، ولكن كذلك الحصيلة اليومية من مدينة سيدي بنغام. كنتم مع الحصيلة اليومية، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.